بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع في كتاب الجنائز: باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. قال: حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي الثقة، قال: حدثنا زيد بن حباب وهو العكلي أيضا ثقة أو صدوق فيه بعض الخطأ، قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان وهو أبو شيبة وهو ضعيف منكر الحديث، عن الحكم وهو ابن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، إلا أن الحديث عن ابن عباس نفسه جاء مرفوعا في ابن ماجه بإسناد ليس فيه ابن إبراهيم بن عثمان، ويكون الحديث صحيحا من الطرق الأخرى. أيضا جاء من قول ابن عباس من السنة، وهو صحيح بإسناد صحيح، جاء عن ابن عباس من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. فهذا يعني من السنة، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الجنازة، الظاهر كلاهما بمعنى واحد، لكن يأتي كلام الترمذي كأنه يفرق بالدقة بين من السنة وبين ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن أم شريك قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذاك القوي. لماذا؟ لأن إبراهيم ابن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث، والصحيح عن ابن عباس قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. يعني كأن الترمذي رحمه الله ضعف بلفظ قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة بفاتحة الكتاب، ومن قول ابن عباس من السنة القراءة على الجنازة، تفريق عند الترمذي باللفظ فقط والله أعلم. لكننا نعرف أنه يعني في مواضع أخرى يجعل من السنة من الأحاديث المرفوعة هو نفسه ويصححه، فالذي يظهر أنه أراد أن يبين أن اللفظ الصحيح الصادر عن ابن عباس من السنة، وليس قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، إبراهيم هذا هو، يعني لو كان ابن عباس قال وجاء عن ابن عباس من قوله شيء آخر، لكن من قول ابن عباس من السنة فكأنه بمعنى قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من السنة قد يكون تقريرية، قد يكون تقريرية، وقد يكون قولية، وقد يكون فعلية. فهنا أراد أن يفرق أنه لا يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قرأ، لكن الصحيح من السنة، لعله يكون قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحد على سورة الفاتحة بسورة الكتاب، سورة الفاتحة على الجنازة. لكن الذي يظهر عند عامة المحدثين لا فرق بين من السنة أو بين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الترمذي رحمه الله أراد أن يدقق بأن إسناد الصحيح الذي جاء فيه لفظ ابن عباس من السنة، ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فقط، وإلا النتيجة واحدة في إثبات سنة قراءة الفاتحة على الجنازة، كلاهما لا ينكره. قال: وفي الباب، أي نعم، وقد أخرج الشافعي والحاكم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعا وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى، ولفظ الحاكم ك
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعًا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. هذه كلها إن شاء الله الإمام الشافعي من طريق الإمام الشافعي فيه الضعف، لكن من طريق الحاكم الإسناد قالوا أنه صحيح. الحاصل على كل حال الذي يظهر أن من السنة أو قرأ على الجنازة كلاهما بمعنى واحد، فيكون الصحيح من السنة يثبت لنا قراءة الفاتحة. وإن كان حديث إبراهيم بن عثمة أو باللفظ قرأ إبراهيم بن عثمان باللفظ قرأ للجنازة فاتحة الكتاب ضعيف، لكن معناه ثابت في حديث آخر عن ابن عباس بلفظ آخر هو من السنة. كذلك جاءت رواية عند الحاكم أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب. رواية ثالثة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ بفاتحة الكتاب فقال وجهر بها، في رواية الإمام أحمد. كذلك الحاكم بإسناد صحيح قرأ بفاتحة الكتاب وجهر بها فقال إنما فعلت هذا لتعلموا أنها من السنة، لتعلموا أنها من السنة. فدل والله أعلم ما كان لابن عباس أن يدخل في صلاة في الصلاة شيئا لم يكن له توقيف وعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا في الباب عن أم شريك أخرجه ابن ماجه قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنائز بفاتحة الكتاب. وفي إسناده ضعف يسير كما قال الحافظ في التلخيص. وفي الباب عن أم عفيف أن هدية أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب على ميتنا، هذا أيضا ضعيف. وعن أبي أسامة ابن السهل ابن هنيف السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص له الدعاء، هذا صحيح ثابت. فالضعيف من قبل الحفظ جاءت من عدة رواة، فهو الذي يقولون يقوي بعضها بعضا. وجاء أيضا أن سهل بن حنيف أنه قال السنة، لكن سهل بن حنيف ليس صحابي إنما هو التابعي. وأخرجه عبد الرزاق والنسائي. قال الحافظ في الفتح إسناده صحيح. قلت وروى النسائي في سننه قال أخبرنا قتيبة هو ابن سعيد البغلاني الثقة أنه قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي ثقة عن ابن شهاب الزهري معروف عن أبي أمامة قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة، هذا أيضا إسناده على شرط الشيخين. فإذا اجتمعت لنا عدة روايات صحيحة في قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وهل يضم معها آية سورة أخرى؟ جاء أيضا هذا عن ابن عباس أنه قرأ بفاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، فقيل له قد صليت وراءك لم يصلي به الآخرون، قال إنما فعلت هذا وجهر أيضا قال لتعلموا أنها سنة. فكل هذه على كل حال تدل على أن فاتحة الكتاب على أصل الصلاة، لا صلاة أي صلاة إلا بفاتحة الكتاب، سواء كانت صلاة الجنازة صلاة الكسوف أو صلاة الاستسقاء أي صلاة. نعم على عمومه من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو. قالوا الصحابي إذا قال من السنة فهو من السنة القولية والفعلية والتقريرية كله يكون من السنة. نعم. فإذا يتلخص قراءة أو يعني وجوب قراءة، لا نقول جواز فقط، وجوب، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذه صلاة. ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها أيضا يدل على أنه واجب. نعم. قال هنا قال حدثنا محمد بن بشار وبندار أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم، وسعد بن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص من الثقات عن طلحة، وهو طلحة ابن عبد الله بن عوف، طلحة ابن عبد الرحمن بن عوف، نعم، وهو ثقة، أن ابن عباس الصحابي صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له فقال إنه من السنة أو من تمام السنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم،
يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة للجنازة. هنا الترمذي أيضا يستعمل كلمة بعض في بعض الأحيان، ويقصد بهم أهل الكوفة وبالذات الإمام أبا حنيفة رحمه الله، كما كان شيخه محمد ابن إسماعيل البخاري. قال بعض الناس، هنا قال بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هو ثناء على الله والصلاة على النبي وصلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة. وطرح ابن طلحة ابن عبد الله ابن عوف هو ابن أخي عبد الرحمن ابن عوف، روى عنه الزهري، يعني ثابت روايته عنه. فإذا هذه الرواية صحيحة أن ابن عباس صلى على جنازة، فقال لتعلموا أنها سنة. يقول وقول أحمد والشافعي أي في قراءة الفاتحة، وهو الذي يدل عليه أحاديث الباب. وقال بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. قال محمد في موطئه محمد بن حسن الشيباني قال لا قراءة على الجنازة، وهو قول أبي حنيفة. واستدل لهم بحديث أبي هريرة مرفوعا إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود. هذا الحديث صحيح أو حسن، لكن لا يلزم منه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثه على إخلاص الدعاء ألا تقرأوا فاتحة الكتاب، فالاستدلال لا يستقيم لهم إذا صليتم فأخلصوا له الدعاء أنه لا يجوز أن يمنع أن يقرأ الفاتحة. نعم. فالحاصل على كل حال في الحقيقة ينبغي، وهناك حتى بعض أهل بعض الحنفية أيضا، يعني المتأخرين لما رأوا أن الأحاديث ثابتة فقالوا، جمعوا بين المذهب وبين الحديث، قالوا إذا قرأ الفاتحة بنية الدعاء. بنية الدعاء إيش معنى بنية الدعاء؟ يعني الآن المطلوب من اللهم اغفر لحينا وميتنا، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا الدعاء. اهدنا الصراط المستقيم، يأتي هذا الدعاء للأحياء. أما الميت فقد ذهب، ما معنى كيف يكون للميت دعاء هذا؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فإذا في الحقيقة الإنسان إذا كان مال إلى المذهب فربما يتخبط ما لا يستقيم قبوله. نعم. فإذا قولهم أنه يتجوز قراءة الفاتحة بنية الدعاء هذا إذا ضعيف، يجب أن يقرأ بفاتحة الكتاب على جنازة على قول النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة ولا صلاة لنفي الجنس، أي صلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب، منها صلاة الجنازة. نعم. العموم بلفظ الحديث العام، كذلك حديث الخاص على الجنازة وقراءة على الجنازة، كل هذا ترشح بأنه لا يقال أنه لا يجوز. لكن ونحن نقول الأئمة حينما يقولون شيء ما بلغهم الحديث، لكن لما بلغ الآخرين الحديث يجب أن يقبلوا. وقد سمعتم بالأمس أنه بالحقيقة هذا الجانب كان في أصحاب المذاهب بشكل قد يظلم الإسلام، وأنا يعني نقول مثل هذا الكلام حتى الناس يعني يتنافروا ويتنافضوا، لأنه بالحقيقة ظلموا السنة في مثل هذه التأويلات الجائرة، فاستخفوا بالسنة. ولذلك عمتهم يقول هم عمتهم ما يقرؤون، إنما جاء بعض الأئمة كمال بن الهمام أيضا قال إذا قرأ صحيفة القدير شرح هداية للمرغيناني قال إذا قرأ بنية الدعاء فجاز. نعم. فهذا تعصب للمذهب ولا شك فيه. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت. باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت. قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن علاء بن كريب الحمداني شيخ الترمذي أنه قال حدثنا عبد الله بن المبارك ويونس بن بكير. عبد الله بن مبارك الإمام، وقرينه هنا في الحديث يونس بن بكير وهو ابن واصل الشيباني صدوق، عن محمد بن إسحاق
هو المطلب صاحب السيرة ثقة أو صدوق لكنه يدلس. أن يزيد بن أبي حبيب هو ثقة فقيه. أن مرثد بن عبد الله اليزني ثقة قال كان مالك بن هبيرة. مالك بن هبيرة هو أبو سعد الصحابي الجليل رضي الله عنه، كان إذا صلى على جنازة فتقال الناس، تقال الناس أي كانوا قليلين عليها، فجزأهم ثلاثة أجزاء، يعني كأنه يجعل ثلاث صفوف، ثلاثة صفوف. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب، أوجب أي وجب الله له قبول شفاعتهم وإدخال جنته، والله أعلم. الحديث هذا ضعفوه وليس فيه شيء واضح للتضعيف إلا تدليس محمد بن إسحاق المطلبي صاحب السيرة، لكن يتقوى بحديث أبي أمامة وغيره. هنا ما أشار إلى حديث أبي أمامة، قال: وفي الباب عن عائشة أم المؤمنين وأبي هريرة وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث بهذا اللفظ جاء في حديث أبي أمامة قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه سبعة نفر، فجعل ثلاثة صفا واثنين صفا واثنين صفا، يعني جعل ثلاثة صفوف، ثلاثة وراءه صلى الله عليه وسلم، ثم اثنين وراءهم، ثم اثنين وراءهم. هذا الحديث في الحقيقة فيه ابن لهيعة وهو ضعيف لاختلاطه، لكنه يقوي الحديث السابق وهو أنه ينبغي ويستحسن أن تجعل صفوف المصلين الجنازة ثلاثة صفوف إن شاء الله. قال أبو عيسى: حديث مالك بن هبيرة حديث حسن، هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق، وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق هذا الحديث، وأدخل بين مرثد ومالك بن حبيرة رجلا، رواية هؤلاء أصح، وربما يكون كلاهما صحيح والله أعلم، لكنه يكون سمع أولا بواسطة الرجل ثم يكون حذف، هذا مما أولوه وليس فيه إن شاء الله يكون غرابة. نعم، وقد جاء نظيره في مواضع كثيرة. نعم، أيضا جاءت رواية في الباب عن عائشة أخرجه مسلم والترمذي، ويأتي تخريجه لكنه هو بلفظ آخر وليس ثلاثة الصفوف إنما كثرة المصلين في باب، أي باب صلاة الجنازة. وأم حبيبة وأبي هريرة: من صلى عليه مئة من المسلمين غفر له. كذلك يعني أن أم المؤمنين ميمونة: ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شف إلا شفعوا فيه. فسألت أبا المليح عن الأمة قال: أربعون شخصا. هذه الرواية حسنة. فالباب في الحقيقة هنا باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت، لكن فيه جزء منه الحديث فيه جعل المصلين ثلاثة صفوف، جاء بإسناد وإسنادين يتقوى بعضهم بعضا أيضا، فيستحب أن يكون هناك ثلاثة صفوف سواء قلوا أو كثروا. ثلاثة من الظاهر ثلاث صفوف، إذا كان متى إمام وباه اثنان أو اثنان أو اثنان، أو ما هو وراه ثلاثة وراهم اثنان وراهم اثنان، هذا الذي فعله. فعلى كل حال الظاهر من هنا يؤخذ إن شاء الله استحباب تكثير الصفوف أو ثلاثة صفوف قلوا أو كثروا. ثم قال: حدثنا ابن أبي عمر هو العدني أنه قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب هو السختياني قال: وحدثنا أحمد بن مني وعلي بن حجر يعني السعدي قال: حدثنا إسماعيل إبراهيم ابن إبراهيم وهو الذي يقال له ابن علي إسماعيل بن علي عن أيوب وابن أبي قلابة أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع كان لعائشة. رضيع كان لعائشة، ظاهر اللفظ يدل على أن عائشة رضي الله عنها أرضاته، وليس الأمر هكذا،
يقول فلان رضيع فلان، أي ارتضع ما فلان، يعني إذا كان اثنان ارتضع الامرأة أو من امرأة واحدة فيقولون فلان وفلان رضيعان. نعم. وإن كان الرضيع بمعنى الذي يرتضي من امرأة، من امرأة أيضا. وقالوا أنه من الممكن أن يكون هذا النوع، وهو أنه سبحان الله كانت عائشة رضي الله عنها، جاء في الروايات جاء كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخيها أن ترضع من تريد أن تدخل عليها. إيه نعم. فرضيع هنا ليس معناه أنه ارتضى من أخته، من أخته أختها، إنما هو أخوها من الرضاعة. والحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بيتي فرأى مع عائشة رجلا فقال إنه أخي من الرضاعة، فقال انظرنا من يخواكم، قلنا إنما الرضاعة من المجاعة. ثم لما جاء أخو أبو القعيس فما أرادت أن تدخل على نفسها فقال إنما أنا عمك الأول، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ائذني له فإنه أمك أخو أبي القعيس. فهنا هي ارتضعت من امرأة قطعا من ابن زوجة أبي القعيس، وربما يكون أبناؤه رضيع كان لعائشة رضي الله عنها. نعم. هم قالوا أنه ثقة إن شاء الله من الثالثة، ولكن لم يوجد توثيقه إلا من العجل، وهو من كبار التابعين، فيكون حديثه حسن. نعم. قال هنا فرضين كان لعائشة، أن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أحد من المسلمين فتصلي عليه أمة من المسلمون، من المسلمين يبلغون أن يكونوا 100 فيشفعوا له إلا شفعوا فيه، أي قبلت شفاعتهم فيه. قال علي بن حجر في حديثه 100 فما فوقها. نعم. هذا بمجرد تكثير أو تكثير المصلين الجنازة. ترون أنه إذا كانت لهذه النية فأخبر الناس أهل الميت الأقارب الذين هم قريبين في المكان أيضا يمكن أن يحضروا إن شاء الله، فهذا النعي لا يكون منهيا عنه، إنما يكون منهيا عنه فيما إذا كان ينتظر وتوخر الجنازة. لكن إذا أعلنوا حتى يكثر الناس في صلاته، ما دام الحديث الصحيح جاء فيه ما يعطي معنى أنه كلما كثر الناس فيكون أفضل للميت، فإخبارهم لأن يحضروا إن شاء الله لا يكون منهيا عنه. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه. قد أوقفه على ما؟ على عائشة رضي الله عنها، لكن هذا الموقوف يكون له حكم المرفوع. ما حق ولا استقام لعائشة أن تفتات على الله وعلى الرسول فتقول لا يموت أحد من المسلمين فتصلي عليه، لابد أن قالت بعدما تكون سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، وإن كانت لم تسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالموقوف من حكمه المرفوع إذا كان وقف بعضهم. لكن نقول لا، إذا كان الإسناد مختلف والمرفوع له إسناد مختلف فهنا كلاهما صحيح، فحكاية من قول النبي صلى الله عليه وسلم مرة بدون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرى رواية وحكاية، فالموقوف يقوي المرفوع، فالذين رفعوه ثقة والذين وقفوه ثقة، فكل على حاله صحيح. باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال حدثنا هناد بن السري أنه قال حدثنا وكيع بن الجراح بن مليح الرواسي ثقة عن موسى ابن علي، هكذا بالتصغير ليس علي، موسى ابن علي ابن رباح عن أبيه علي ابن رباح ثقة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه الجهني قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم قائم الظهيرة، وحين تميل قائم الظهيرة حتى تميل،
وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه الساعات في الحقيقة منها ساعتان عند طلوع الشمس عند الغروب، أما إذا كان قبله فلا يكون الصلاة للجنازة ولا إدخالهن القبر مكروها، لكن الذي يظهر إذا كان هناك الشمس كادة تطلع أو كادة تغرب فينبغي عند الدفن أن ينتظروا شيئا حتى تغرب أو حتى تطلع، أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس، يعني وقت طلوع الشمس بازغة ووقت غروب الشمس مصفرة. ففي هذه الحالة الصحيح أنه كان جنازة للشيخ مقبل رحمه الله، والشيخ مقوشي صالح، رجل صالح جزاه الله خير، الرجل خبرته جلست معه درست في المعهد وكان مدير المعهد، فكان الناس يأتون ويصلون لأنه ما صلوا هنا، يأتون ويصلون وقدموا عند طلوع، كانت الشمس الآن تطلع بعد الفجر، كان بعد الفجر، فلما أنا ذكرت قلت يا إخوان عجلوا لا يكون الشمس تطلع، فالشيخ صاح قال جزاك الله خير، ما يعرف هذا إلا أهل الحديث. الشيخ صالح المقوشي رحمه الله قال ما يعرف هذه المسألة إلا أو ما يعلن به إلا من له عناية، جزاه الله خير. قلت هذه شهادة طيبة جزاه الله خير، إنما ذكرت على أنه كانت مناسبة شيخ مقبل الوادي رحمه الله. نعم، فعند طلوع الشمس خاصة وعند الغروب، حتى الذين ينهون عن الصلاة ويمنعون الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس كلها وبعد طلوع بعد الفجر حتى تطلع الشمس، رأيت أنا تتبعت في هذا فوجدت أن كلهم أجازوا بعض الصلوات. الحنفية أشد الناس في هذا أنه لا تجوز الصلاة بعد العصر إلى غروب الشمس، لكنهم أجازوا الجنازة إذا حضرت. لماذا؟ فأنا تخلصت أو تلخصت من الكلام ووصلت إلى نتيجة أنه ما دام قلتم أنه حضرة الجنازة صار له سبب، فإذا أجيزوا كل صلاة سبب الذي يقول به الشافعي رحمه الله، وهو الأسعد بالناس. إذا دخل أحدكم المسجد بعد العصر قبل الغروب فلا يجلس حتى يجلس حتى يركع ركعتين، إذا دخل بعد العصر بعد الفجر فيكون إن شاء الله راح يتوضأ وجاء فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فإذا الصحيح في هذا أنه تجوز كل صلاة لها سبب، الصلاة صلاة الجنازة إذا حضرت، كذلك صلاة الكسوف إذا حصل، عند الحنفية قالوا الكسوف إذا حصل، وقد نص عليه الطحاوي إذا حصل بعد العصر جازت الصلاة. فإذا ينبغي أن يقال في كل صلاة لها سبب، وهذا هو الصحيح وينطبق على الأدلة. نعم، إلا في هذه الثلاث ساعات ينتظر. نعم والله أعلم، لكن الصلاة عامة ولا الصلاة على قبر الجنازة، صلاة على الجنازة باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس عند غروبها، ففهم غير واحد منهم أن كليهما يعني إدخاله في القبر وصلاته لا يكون عند طلوع الشمس عند الغروب. أما صلوات عامة إذا جئت أنت وباقي في الأذان شيء دقيقة أو دقيقتين قالوا لا يمنع أن تبدأ بالصلاة إن شاء الله. غابت إيش؟ قائم الظهيرة، هذا اصطلاح معلوم، يعني إذا كان في كبد السماء كما جاء في رواية أخرى، إذا كانت الشمس في كبد السماء فلم تمل يمينا ولا شمالا، ففي هذا حتى تميل حتى تزيغ حتى تزول كما جاء في الروايات الكثيرة. نعم، هي دقائق معدودة فقط، لكن ثلاث دقائق ما ندري كم يكون، إلا أن النظر هو الذي يكون ينبغي أن يكون هو المعيار، أما دقائق لا. الآن وأنت رأيت أن الشمس كادت أن تطلع وتكون كلها أحمر الأفق، فهنا بعد إحمرار الأفق قد يكون هناك أكثر من 20 دقيقة، لكن لا شك أنه إذا كان الموضع رأيت لم يكن هناك جبال وكذا،
موضع طلوع الشمس يكون فيه احمرار ويكون يرمي الشعاع فوق، ففي هذه الحالة الظاهر عند طلوع الشمس. أما قبلها ولو كانت كان الأفق مهمرا فيه شفق والله أعلم لا يكون، لكن هي 3 دقائق والله أعلم، ما ندري هل هي منضبطة، لكن النظر هو المعيار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يكون هو المعيار أيضا في هذا الزمان. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات. وقال ابن المبارك معنى هذا الحديث أن نقبر فيه إن موتانا، يعني الصلاة على الجنازة، وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس، هو قول أحمد وإسحاق. وقال الشافعي لا بأس في الصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة، كأنه أجاز والله. لكن ما دام هذا الحديث بهذا النص موجود فالسعيد بالنص من يقول أنه يتوقف حتى تطلع الشمس وحتى تغرب الشمس، وهو الصحيح خروجا من الخلاف والاحتياط أو أخذا بالاحتياط. نعم. ثم بعد ذلك باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، صلاة على الأطفال، وجاء الكلام العلماء متى يصلى على الطفل. قال حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان البصري ثقة، قال حدثنا إسماعيل ابن سعيد ابن عبيد الله، إسماعيل ابن سعيد ابن عبيد الله ابن حية الثقفي صدوق. نعم. قال حدثنا أبي وهو سعيد بن عبيد الله ابن حية صدوق ربما وهم، عن زياد بن جبير ابن حية ثقة، عن أبيه جبير ابن حية ثقة، عن المغيرة ابن شعبة السحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. الطفل يصلى عليه ما دام خرج طفلا، ولو خرج ميتا، ولو خرج ميتا يعني مرت عليه الشهور التي ينفخ فيها الروح، فقطعا يكون قد نفخ فيه الروح، لكنه في أثناء ذلك يكون قد مات ولو لم يستهل أي لم يرفع الصوت. لكن هناك بعض العلماء قالوا إذا كان عند خروجه من بطن الأم قد استهل ورفع صوته صارخا هو الذي يصلى عليه، والظاهر أنه يصلى عليه ولو لم يثبت حياته بعد خروجه من بطن الأم. نعم. فالراكب خلف والطفل يصلى عليه بعمومه، وأكثر من قالوا أنه إذا كان قد نفخ فيه الروح. وفي أي شهر؟ قالوا بعد 23 مو كذا، يأتي الملك فيكتب شقي أو سعيد، ويكتب أجله ورزقه، ويكتب ويكتب رزقه شقي أو سعيد أيضا أجله، فيكتب فيكون في هذا ينفخ فيه الروح إذا مضى عليه 23 أربعينات يعني 120 يوما كم يكون 4 أشهر. نعم. فإذا ولو خرج ميتا ولم يستهل جاز أن ينفخ لأنه قد جاء فيه روح وهو إنسان ثبت إنسانيته. أما إذا كان قبل هذه المدة ولم ينفخ فيه الروح فقالوا لا يصلى عليه هكذا، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه. في بطنها أيوة. أما العقيقة لا والله أعلم، إذا كان بقي يا العقيقة قال النبي صلى الله عليه وسلم يعق عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى، يعني يحلق رأسه ويمات عنه الأذى، فالظاهر إذا لم يعش إلى السابع لا عقيقة منه، لا عقيقة له واجبة. لكن إذا ذبح الإنسان فقالوا أنه يجوز له، لكن عقيقة مؤكدة الذي جاء فيه كل غلام مرتهن بعقيقته هذا المعنى لا يكون إلا إذا عاش إلى 7 أيام، لأن موضع العقيقة في
السابع وما بعده. قال باب ما جاء في نعم باب ما جاء في ترك. هنا أشرت إلى أن بعض الناس قالوا لا يصلى عليه. انظروا قال الترمذي ماذا قال؟ قال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح رواه إسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيد الله ولا عمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا يصلى على الطفل وإن لم يستهل. الاستهلال هو معناه رفع الصوت بالبكاء بعد أن يعلم أنه خلق, وهو قول أحمد وإسحاق. نعم وهو قول أحمد وإسحاق. قال الخطابي في المعالم اختلف الناس في الصلاة على السقط, فروي عن ابن عمر أنه قال يصلى عليه وإن لم يستهل وإن لم يستهل, لكنهم يقيدون أيضاً إذا كان قد مضى عليه ما مدة تنفق فيه فيها الروح. وبه قال ابن سيرين وابن مسيب وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه كل ما نفق فيه الروح وتمت له أربعة أشهر وعشر سلي عليه. وقال إسحاق إنما الميراث بالاستهلال. نعم الميراث بالاستهلال قد يكون, لكنه إذا كان سقطا وقد مات قبل الوقت وبعد أربعة أشهر فهو الذي الكلام عليه في الجنازة. نعم فالذي يتلخص الله أعلم أنه يصلى عليه إذا مضت عليه 120 يوم أو ثلاث أربعينات التي ينفق فيها الروح. نعم فهو ميت بعد الحياة إذا نفق فيه الروح. الصلاة على الجنازة والميت ما هو كذا, فإذا نفق فيه الروح فيكون ميتا بعد ما ثبتت حياته فيصلى عليه. نعم نعم كله يكون يغسل ويكفن ويصلى عليه إذا كان مضى عليه نفخ الروح. أما قبل هذا فلا صلاة عليه ولا يغسل ولا يكفن ويلف, لكنه لا يرمى في أي مكان, لا بد أن يدفن لأنه على كل حال جزء من الإنسان. نعم ثم بعد ذلك جاء في نعم جاء حديث باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل. قال حدثنا أبو عمار وهو الحسين ابن حريث المروزي ثقة, قال حدثنا محمد بن وزيد الواسطي الكلائي الواسطي ثقة, عن إسماعيل ابن مسلم المكي كان هذا فقيها إلا أنه قالوا ضعيفا في حفظه, كان ضعيفا في حفظه. أنا بالزبير وهو محمد بن مسلم المكي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. الحديث ضعيف, لو كان صحيحا كان قاضيا في المسألة ولم يكن الاختلاف, لكنه جاء ما يعني يرجح إن شاء الله, والترجيح يكون لمن نفخ فيه الروح أو مضى عليه 120 يوما وقد ثبتت حياته له وصار ميتا فالصلاة تكون على ميت. نعم وهذا الحديث ضعيف, لو صح معناه أن الطفل لا يصلى عليه ولا يرث حتى يظهر صوته أو يرفع صوته عند الولادة. نعم قال أبو عيسى هذا حديث اضطرب الناس فيه, فرواه بعضهم أنا بالزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا, وروى أشهس بن سوار وغيره من أبي الزبير عن جابر موقوفا. نعم الذي رأينا مرفوع هنا إسماعيل بن مكي وهو ضعيف, وأشهس بن سوار رواه موقوفا أي من قول وفتوى جابر, لكن أشهس بن سوار ابن السليم أيضا ضعيف. وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباه عن جابر موقوفا, وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع. نعم الحديث المرفوع لم يصح, لكن لو صح عن جابر هذا أنه لا يصلى حتى يستهل فهذا رأيه رضي الله عنه ورحمه, ولا يكون هو في حكم المرفوع. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا, قالوا لا يصلى على الطفل حتى يستهل, وهو قول سفيان الثوري والشافعي.
فإذا الراجح إن شاء الله الصلاة على الجنازة السقط الولد إذا كان مضى عليه مدة تنفخ فيه الروح ثم سقط ميتا. نعم. ثم قال: باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد. قال: حدثنا علي بن حجر قال رواه محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفا، وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع. وقد ذهب بعض أهل العلم. ساقط عندكم زيادة؟ أنا قلت هذا بأنه لو صح موقوفا من فتوى جابر رضي الله عنه فهذا يكون رأي له، رأي له مثل ما جاءت هناك. والأحاديث عامة الصلاة على الجنازة وهو لا يكون إلا بعدما ثبتت روحه أو ثبتت حياته. نعم. لو قال جابر لا يصلى عليه حتى يستهل، والله أعلم، هذا رأي له وقد خالفه الصحابة الآخرون رضوان الله عليهم أجمعين. وإذا كان هناك اختلاف في الصحابة فينظر ما هو الأقرب إلى أدلة الأخرى، فالذي يظهر أن الأقرب أنه لا يصلى إلا إذا كان قد نفخ فيه الروح، ولا يشترط أن يكون يستهل. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على طفل، والطفل يطلق على من يكون سقط بعدما يكون ثبت روحه، والله أعلم. نعم. ثم قال: باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد. قال: حدثنا علي بن حجر وهو السعدي أنه قال: أخبرنا عبد العزيز محمد. من يكون هذا؟ عبد العزيز بن محمد الدراوردي من رجال مسلم. عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله. عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله أو ابن أنس عبد الله ابن عبد الواحد بن حمزة من آل أنس، وهو ثقة إن شاء الله. عن عباد بن عبد الله بن الزبير ثقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن البيضاء في المسجد. هذه الرواية جاءت عند مسلم وغيره. أيضا زيادة على هذا، ذكرت لكم أظن في هذه الدروس أن لما مات عبد الرحمن بن عوف وكان يكرم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويحنو على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: ائتوا بجنازته في المسجد حتى نصلي نحن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الناس: الجنازة في المسجد؟ قالت: ما أسرى نسيانكم، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد. فتأكدت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المسجد. لكن مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم حتى في حياته كان قد اتخذ مصلى في البقيع، فكان يصلى على الجنائز في البقيع، جزء من البقيع الذي كان هناك. تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة جاءت أنه جاء ليصلي وهل عليه دين أو شيء، جاءت مثل هذه الأشياء كثيرة تثبت أن هناك كان يصلى في البقيع. في الغالب الأفضل هناك، لكنه إذا صلي في المسجد لكثرة المصلين أو لطلب شفاءة كثرة المصلين فيكون هذا المعنى إن شاء الله ليس منكرا. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الشافعي: قال مالك: لا يصلى على الميت في المسجد، كلمة واحدة هكذا. وقال الشافعي: يصلى على الميت في المسجد، واحتج بهذا الحديث، يعني نقيض ما هو كذا. فإذا ما دام الشافعي قد احتج بهذا الحديث فحجته قوية. وأما من قال بدون دليل أنه أو لم، مالك رحمه الله ليس لقوله دليل، لو كان دليلان هذا وذاك والنبي صلى الله عليه وسلم يكون نهى ثم هو يكون ثبت أنه صلى، فينظر العلماء فيها ناسخ ومنسوخ، أو يقولون جاز هذا وجاز ذاك، والمسألة ذات الوجهين. الحاصل على كل حال، فإذا الدليل ما الشافعي رحمه الله هو جواز صلاة الجنازة، الصلاة على الجنازة في المسجد. نعم.
عائشة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم حينما أنكروا قالوا الجنازة في المسجد، فدل على أن هذه السنة كانت قد تركت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الذي تربى بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف هذا فأنكر. فأكدت هي ليس لم تذكر هناك عذرا مطرا ولا خوفا ولا شيء، فإن شاء الله نعم. والحديث إيش؟ فلا شيء عليه، هذا تفصيله، هذا تفسيره، فلا شيء عليه أي ليس عليه يعني إن شاء الله. وعلى كل حال هذا هو الذي فسره العلماء، ليس عليه حرج، هذا معناه. من الآية التي من فلها وإن إيش؟ لا ليس فلها ما كسبت ولها ما كسبت، في جاء في الخير والشر كليهما، لا هذا غير. فلا شيء له ليس للانتفاع دائما، إنما أنا الضرر أيضا ليس عليه باس، ليس له، قالوا ليس عليه إن شاء الله بزر. وإن كان بعضهم قال ليس له ثواب، ليس يقال هذا، ما صحة الحديث. يأتي يمكن الرواية تأتي ولا ما تأتي عندنا؟ طيب الآن شوفوا، نعم هنا الآن الآية التي كنت أريدها وهي وين في سورة الإسراء، وإن أساتم فلها، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها، فلها يعني فعليها، ما هو كذا؟ فبهذا المعنى قالوا الحديث يأتي بهذا المعنى وهو ثابت إن شاء الله، وهو ثابت نعم، قد ثبته أذن الشيخ الألباني في أو ذكر له طرق في صلاة في كتاب الجنائز في الشرح، إيه هو هذا، هذا هو موجود. قال الثاني الآن أول، اللهم صل على محمد، طويل هنا. وقد روى ابن أبي شيبة وغيره أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد، وأن سهيبا صلى على عمر في المسجد، زاد في رواية ووضعت الجنازة اتجاه المنبر، هذا إذا كان صح فدليل أيضا، وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك حتى في زمن الخليفتين. قلت والحق هو الجواز، يقول الشارع. وأما حديث أبو داود المذكور فأجيب عنه بأجوبة، قال النووي في شرح مسلم الحديث أبو داود الذي جاء فيه مرفوعا من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، فيقول هذا الحديث قال النووي أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به. قال أحمد بن حنبل هذا حديث ضعيف تفرد به صالح المولى التوأم وهو ضعيف. الثاني أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن أبي داود من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه ولا حجة لهم حينئذ في ذلك. الثالث لو ثبت الحديث الظاهر ثبت الحديث له طرق، لو ثبت الحديث وثبت أنه قال فلا شيء له لوجب تأويله على أو تأويله بعلى، أي فلا شيء عليه ليجمع بين الروايتين وبين هذا الحديث وحديث سهيل بن بيضاء. وقد جاء قوله وقد جاء له بمعنى عليه في قوله تعالى وإن أسأتم فلها. الرابع أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد، لا نظن أنه يقبل هذا التأويل ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أنا أبي بكر وعمر، فلا ينبغي أن يقال إنه يكون سببا لنقص الأجر إذا صلي على الجنازة في المسجد. نعم، في الحقيقة هناك أدلة وتعليلات يأتون من عند نفسهم، قالوا إن الجنازة بعد الموت يكون نجسا ولذلك يغسل، طيب غسلناه صار طاهرا، تأويلات على كل حال لا تستقيم في عدم إدخال أو عدم جواز إدخال الجنازة في المسجد. قال باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة. قال حدثنا عبد الله بن منير عن سعيد بن عامر، عبد الله بن منير ثقة، سعيد بن عامر وهو الضبعي ثقة،
أنا همام. من يكون هذا همام؟ هو همام بن يحيى بن الدينار العوذي ثقة. أنا أبي غالب، وأبو غالب هكذا عرف بكنيته ونسبته الباهلي من الثقات الحفاظ. قيل أنه كان حناطا وخباطا وخياطا، يعني بعضهم قال أنه تصحيف حناط يعني حنوط الذي يعني يلون البيوت وغيرها، وقيل كان خباطا أي خباط بمعنى كان يخبط بعصاه الشجر ويجمع الأوراق ويبيع ويترزق به خبط، وقيل كان خياطا يعني كان يخيط. بعضهم قال أن هذا حنات وتصحف، وبعضهم قال قد عالج هذه المهن كلها، كان خياطا خباطا حناطا، وليس ببعيد كما يقولون الآن. إيش يقول المتسبب؟ يقولون إيش عملك؟ هو المتسبب. أنا ما كنت أفهم إيش معنى متسبب، لكنه فصل لي واحد منهم قال إذا وجدت اليوم حبهب أشتري وأبيع، غدا إذا وجدت البامية أخذ قومات وأبيع، هذا متسبب. مثل هذا لعله يكون، والله أعلم. على كل حال وهو ثقة أيضا محدث، صليت قال صليت مع أنس بن مالك رضي الله عنه على جنازة، على جنازة رجل فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا يا أبا حمزة يعني كنية أنس صلي عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه. قال نعم، فلما فرغ قال احفظوا ولا تنسوا. نعم. قال أبو عيسى حديث أنس هذا حديث حسن، وقد روى غير واحد عن همام مثل هذا، وروى وكيع هذا الحديث عن همام فوهم فيه فقال عن غالب عن أنس، بدل بالغالب جعل غالب وهو غالب القطان، وليس بالصحيح. والصحيح أن أبي غالب. نعم، هذا من أخطاء الأئمة رحمة الله عليهم. همام في الحقيقة همام ابن يحيى ابن دينار العوضي من الثقات، فمن الممكن أن تجعل هذا من أخطاء الثقة، يعني ثقة أخطأ، وأي ثقة لا يخطئ، ولكل جواد كبوة، لكن الخطأ لا يؤخذ ولو كان ثقة، لابد أن يكون خطأه معينا ويكون نبت إذن، هو الباقي يكون صحيح. والصحيح عن أبي غالب، وقد روى هذا الحديث عبد الوارث بن سعيد وغير واحد عن أبي غالب مثل رواية همام، واختلفوا في اسم أبي غالب هذا، فقال بعضهم أن اسمه نافع ويقال رافع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول أحمد وإسحاق أنهم يقومون من الرجل حيال رأسه ومن المرأة حيال بطني أو حيال مؤخرتي كما قالوا هكذا. نعم. السبب كل الأسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا بس. نعم. ثم قال حدثنا علي بن حجر. نعم، السعدي ثقة أنه قال حدثنا عبد الله بن المبارك المروزي الإمام، والفضل بن موسى هو السيناني الثقة، عن حسين المعلم حسين بن ذكوان المعلم، عن عبد الله بن بريدة بن حصيب، عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام وسطها، فقام وسطها. نعم، وقالوا المراد منها حيال عجيزتها. نعم، لأنها يكون في الغالب هناك ستر أكثر، وأما إذا قام أمام حيال رأسها فقد يكون بروزا في بعض أجزاء الجسم، لعل هذه الحكمة. والشيء الثاني، ولذلك جاء لكن الرواية أذكر أنها ضعيفة، أن فاطمة رضي الله عنها لما جاء موتها ولما احتضرت قالت غدا يراني الناس، أظن هذا ذكره في حلية الأولياء، غدا وأنا ميتة يراني الناس عامة، يعني كأنها أشارت بهذا المعنى، فقالت ألا أجعل لنعشك شيئا رأيت بالحبشة،
أسماء قالت أو أم أيمن: ألا أجعل لك شيئا؟ يعني رأيتها في الحبشة، فكانت من المهاجرات، فجاءت بجرائد النخل وحنتها وجعلت عليها مثل القبة. وهذا يجعلونه الآن ترون موجود، وهذا قد يكون للستر أفضل. كذلك هناك ناس في الحقيقة عند إدخالها في القبر أيضا يجعلون فوقها سترا، فيكون هذه من الأشياء التي إن شاء الله يجوز. نعم. باب ما جاء، لا بعد ذلك قال: حدثنا علي بن حجر. نعم. باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني، قال: حدثنا الليث بن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. الرواة كلهم ثقات أثبات، ورواة البخاري. قال عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في الثوب الواحد، ثم يقول: أيهما أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. نعم. يجمع بين الرجلين من قتل أحد في الثوب الواحد، كيف يجمع؟ الظاهر أولا يدخلون في اللحد بثيابهم، ثم الثاني بجانبه، فكانوا يغطون الاثنين في ثوب واحد، وليس معناه أنهم يلفون في ثوب واحد فحملهما يكون صعبا. نعم. وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا، وهذا هو الثابت في حق الشهيد، إلا إذا تثبتوا أنه كان يجب عليه الغسل فيغسلون. أما إذا لم يعلموا ولو كان جنبا فلا يجب عليهم، إنما يؤخذ هذا المعنى من اسم أو من مما لقب به حنزلة غسيل الملائكة رضي الله عنه، كان عرس أو حديث أحد بعرس فبات معها، ثم سمع هيئة في أحد، يعني صوت الجهاد وصوت المجالدة، فقام ولم يغتسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 70,000 ملك يغسلونه ويبتدرون في حمله، أو بهذا المعنى. نعم. فإذن إذا كان ثبت أنه جنب والله أعلم فيغسل، أما غيره إذا كان إمكانية عند الموت خرج منه شيء من ذي البطن فهذا لا يلزم إن شاء الله الغسل. نعم. وفي الباب عن أنس بن مالك قال: يا أبو إيسى، حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي سعير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ذكره عن جابر، وكله إن شاء الله صحيح، فإن الزهري كثير الشيوخ، ويكون إن شاء الله روى مرة عن هذا ومرة عن هذا. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد، فقال بعضهم: لا يصلى على الشهيد، وقول أهل المدينة، وبه يقول الشافعي وأحمد. وقال بعضهم: يصلى على الشهيد، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق. متى صلى؟ ثبت أنه لم يصلي عند دفنهم أبدا، هذه روايات واضحة جدا، لكنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم بعد 8 سنين من شهادتهم كالمودع لهم كما جاء، فصلى على قتلى أحد، ليس على حمزة فقط بل على قتلى أحد، وهذه الرواية ثابتة، دل على أنه إذا صلوا على الشهيد قبل دفنه جائز إن شاء الله، لكنه لا تجب الصلاة. أما في أموات آخرين إذا تركت الصلاة يأثمون كلهم، لكن في الشهيد إذا تركت لا، لكن إذا صلوا فجاز إن شاء الله. نكتفي بهذا، وصلى الله على خير خلقه محمد. هل يقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ حياكم الله. تتبعت هذا الموضوع، ما تجد، أنت تتبع الروايات ما تجد إلا أنه كبر صلى الله عليه وسلم وقرأ الفاتحة، كبر عبد الله بن عباس وقرأ الفاتحة، ما جاء ذكر دعاء الاستفتاح
ولذلك تركه هو الصحيح. نعم. حكم صلاة الجنازة في المقبرة إذا كان هناك مكان خاص كما كان في البقيع مصلى الجنائز، هكذا كان موضع الجنائز، جاء في الروايات في موضع الجنائز مصلى الجنائز فلا بأس، لكن إذا كان القبر ويوضع فوقها لا، لابد أن يصلى خارج المقبرة، لكن في مكان فارغ ليست فيها قبور لا بأس، هو الذي المطلوب فيه. ما أظن أن هذا يخفى، واضح جدا. هل من السنة التنبيه على صفة الجنازة والدين إذا كان على الميت؟ على صفة الجنازة لا بأس، إذا كان في الحقيقة هناك ناس لا يعرفون طريقة لصلاة الجنازة، فإذا كان في مكانه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول الناس بالموعظة، يعني يتحين الفرص، فالآن جاءوا قالوا يا أخوان أول شيء نحن نكبر ثم بعد ذلك نقرأ فاتحة الكتاب ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء للميت اللهم اغفر لحينا وميتنا، فيكون أفضل. كثير منهم ربما ما يكون يعرف، فلا بأس. هل من السنة التنبيه؟ إن شاء الله بأدلة عامة هو من السنة على صفة الجنازة. والدين إذا كان على الميت، إذا كان على الميت نعم يجوز أن يسأل كما جاء في الروايات، لكن لا تترك الصلاة عليه، إنما يتركه أفاضل الناس، هكذا قالوا، يتركه أفاضل الناس حتى يكون رادعا للآخرين، أي أما الميت ما يستفيد منه شيء، إنما هو ردع للآخرين. أي نعم. ما هي صيغة الدعاء في الصلاة على الطفل حتى لو كان اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا؟ هذا قال به العلماء، وجاء في رواية وهي أظن مرسلة، اللهم اجعله شافعا مشفعا، اللهم اجعله ذخرا وشافعا مشفعا. وبعضهم قال يصلى على الجنازة ويدعى لأبويه، يدعى لأبويه بكلام عام. وهل يوجد دعاء معين؟ لا، الظاهر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبرنا هو أجمل جميع أنواع الجنائز. هل من قتل على أيدي الخوارج يغسله؟ إن شاء الله إذا كان أنت، مسألة الخوارج في الحقيقة صعبة جدا، ينبغي أن نطبق هذا على ما حصل بين علي رضي الله عنه والخوارج، والخوارج الآن هم الخوارج، ليس فيها الظاهر فرق، يكفرون الناس، لكن هل هم يكفرون؟ علي رضي الله ما كفر، فالمسألة صعبة، فمقتولهم هل يغسل أو لا يغسل؟ جاء الخلاف في هذا، والذي يظهر أنه إذا ما حكمتم على أنهم كفار فقتلاهم يكون مثل قتلى بين المسلمين، يغسلون ويصلى عليهم. ما صحة يفسح للغريب؟ للغريب يعني إذا مات في الغربة، قبره وبلده، أهل المدينة ينتظرون أهل مكة بعد النفخة الثانية، أهل المدينة ينتظرون إيش؟ هل ما أظن أنه جاء فيه أنه أنفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم، أين هذا أنهم النفخة الثانية يأتي بعدين أهل المدينة يساقون؟ لا، يساق الناس، فيساق الناس كلهم، فأكون أول من يفيق، معناه ليس هناك أي تفريق. فأجد موسى عليه السلام واقفا باطشا بقوائم العرش، فلا أدري هل هو أفاق قبلي أم جوزي بساقتي الطور، فالظاهر ليس هناك أي فرق بين أهل المدينة وأهله، لكن فضل موت المدينة، عمر رضي الله عنه كان يدعو اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وارزق موتي في بلد رسولك، والحديث الصحيح من استطاع أن يموت في المدينة، الموت ليس في استطاعة الإنسان لكن يسعى له، ولذلك كان السلف كثير منهم كان يجاور المدينة في آخر حياته، من استطاع أن يموت في المدينة فليمت فإني أكون له شافعا يوم القيامة،
حديث صحيح. هل يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد؟ نعم إن شاء الله إذا لم يكن هناك, قالوا أي مسجد لم يكن هناك فيه خوف على عرضها وخوف على نفسها, والظاهر المساجد كلها في زماننا هذا وخاصة في البلد في هذا البلد المبارك إن شاء الله آمن. ولا يقال إن المسجد لا يجوز دخول النساء فيها, الآن الحنفية لا يجوزون الدخول لا للصلاة ولا لغيرها, وهذه من مفرد من منفرداتهم ومن مفرداتهم. نعم. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعتكفن مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جزاكم الله خير, وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.